المبادرة هذه أو هذه السهرة سميناها سهرة وفاء على شرف شيخ مسعود بوهوس، يعني هو كرس حياته في تعليم القرآن حوالي أكثر من 60 سنة وهو يعلم في القرآن الكريم. يعني هذه الفكرة أو المبادرة جاءت يعني من عند تلاميذ وأصدقاء وجيران المرحوم، ونحن كجمعيات، جمعية كشافة الإسلامية الجزائرية مقاطعة عين كبيرة، جمعية إنصاف لولاية سطيف، وجمعية بيت الشباب عين كبيرة، هم يعني اللي كانوا منظمين وأطروا هذا الحفل. فقط يعني اغتنم يعني هذا الحفل هذا جاء بمناسبة شهر رمضان المعظم، شهر رمضان شهر القرآن، وحبينا نغتنم هذه الفرصة باه نكرموا أهل القرآن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن أهل القرآن هم أهل الله وحده. الشكر لكم الشيخ المسعود المرحوم رحمه الله، إنه مات ولكن الحمد لله خلع أهل البر والإحسان، ربي يبارك فيكم، جزاكم الله خير. تشرفنا اليوم بتنظيم هذه السهرة الرمضانية التي سميناها سهرة الوفاء لمعلم القرآن الشيخ مسعود بوهوس رحمه الله، أحد القامات بمدينة عين الكبيرة. هذا المعلم القرآن الذي علم القرآن لمدة تجاوزت 60 سنة، فكانت بدايته في الخمسينات يعني في الفترة الاستعمارية، فعلم القرآن لمختلف الأجيال. إن شاء الله رجاؤنا أنه عائلة المرحوم يعني تكون اليوم تكرمت وعجبها الحال ولحق يعني الهدف تاعنا. نرجعنا في الأخير أنه عمي مسعود لا يجب أن نبقى أوفياء له، ويجب أن الرسالة التي كان يناضل من أجلها ألا وهي تعليم القرآن لمختلف يعني الأجيال أنه نستمر فيها. تكريم الله في القمة، يعني ما كناش نستناو التكريم هذا الدرجة هذه، خاصة حضور الوجوه والطلبة من جميع الأصناف والشيوخ والزملاء والأصدقاء والعائلة، يعني تكريم رائع جدا. ونشكر كل المساهمين اللي عاونونا في هذا الحفل وعلى رأسهم وطنية، نشكركم جزيل الشكر، بارك الله فيكم.